ولكن يمكن أنا بحب أختم في العرض بتاعي بأهم المشروعات اللي يعني أطلقتها الدولة المصرية واللي أعتقد العالم النهاردة بقى بيضعها من أكبر المشروعات على مستوى العالم، وهو مشروع حياة كريمة. والحقيقة يمكن إذا يعني اتكلمنا على هذا المشروع اللي أطلقه فخامة الرئيس، هو بكل المقاييس المشروع اللي احنا بنأمل كلنا إن شاء الله أنه هو يغير وجه الحياة في الريف المصري وعلى الأخص في ريف الصعيد، لأن الفارق ما بين ريف الوجه القبلي ما بين الوجه البحري لا الفارق كبير. وبالتالي عشان كده كان التركيز في المرحلة الأولى على محافظات الصعيد. 65% من المراكز اللي احنا بنشتغل فيها في المرحلة الأولى هي في محافظات الصعيد، 63% من إجمالي القرى في محافظات الصعيد. من ال 18 مليون مواطن اللي هيستفيدوا من المرحلة الأولى، منهم أكتر من 10 مليون في محافظات الصعيد. الحقيقة في 8100 مشروع بدأنا فعلا في تنفيذهم باستثمارات حتصل إلى 180 مليار جنيه من إجمالي 270 مليار اللي يعد تكلفة المرحلة الأولى بالكامل. معنى كده أن تلتين الاستثمارات بتطخ في محافظات الصعيد عشان نقلل الفجوة الحقيقية اللي موجودة حاليا. دي يمكن نماذج من المشروعات اللي احنا النهاردة بقت بتدخل، مشروعات شبكات المية، رفع الصرف الصحي اللي موجود، التبطين الترع اللي موجودة في كل مكان، رفع كفاءة الطرق الخارجية والداخلية جوه الطرق، رفع كفاءة الوحدات الصحية اللي موجودة، المدارس اللي بيتم بنائها وإنشائها ورفع كفاءتها، المجمع الخدمات الحكومية الجديد اللي هو الحقيقة ده نموذج لتحديث منظومة المباني الحكومية عشان يبقى موجود في كل القرى المصرية. النهاردة كل هذه المجمعات الجديدة بتنشأ من الصفر وبيتم إنشائها بأسرع وقت ممكن، وحتطبق فيها أحدث معايير الرقمنة اللي في إدارة هذه المناطق. أيضا مجمع الخدمات الزراعية اللي أعلى مستوى بيتم تنفيذه، مراكز الشباب اللي بيتم تطويرها. الحقيقة هذا المشروع حتى هذه اللحظة طبقا للي احنا بننفذه على الأرض تم توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب اللي موجودين في محافظات الصعيد. والحقيقة نتاج هذه المشروعات الكبيرة جدا اللي قامت بها الدولة في الصعيد المصري أدت يعني بالأرقام اللي حضراتكم شايفينه، إن النهاردة بقى 500% زيادة في معدل نمو الاستثمارات العامة، 55% زيادة في معدل نمو الاستثمارات الخاصة، نزلنا 3.8% من معدل الفقر اللي كان موجود في ريف الوجه القبلي، نزلنا 6.5% من 13% كان معدل بطالة، بقينا النهاردة 6.5% في الصعيد، وتراجع في معدل الأمية مرة أخرى.